بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، متابعي قناة حوح الف 981 فول 2، وأيضا مدونة حوح للمعلوميات. في هذا الدرس الجديد حيث سوف نتعرف على يعني 6 ألعاب أندرويد، كما عودتكم دائما يعني في كل أسبوع نقوم باستعراض يعني 6 ألعاب و6 التطبيقات للأندرويد. سوف نبدأ أولا بلعبة دي أتشي 2014، هذه اللعبة الرائعة جدا التي من خلالها يمكنك الصيد يعني في الغابات. سوف بعد فتح يعني اللعبة سوف تختار كما سوف تشاهدون المسدس. طبعا في حال يمكنك شراء يعني أسلحة متطورة عندما تربح يعني نقاط يعني كثيرة. ننتظر فقط قليلا حتى يتم يعني سجيل الدخول إلى اللعبة كما سوف تشاهدون. فالمراحل الأولى يعني تكون سهلة، فعليك التسديد يعني كما سوف نشاهد، يعني عليك التسديد عفوا يعني على الغزلان والطيور أيضا، يعني سوف تأتي مرحلة الطيور إلى غير ذلك، الأسود يعني النمور إلى غير ذلك أحبابي في الله. فهي لعبة رائعة جدا سوف تعجبكم طبيعة الحال. طبعا بعد تجاوز هذه المرحلة الأولى فسوف تذهب إلى مراحل أخرى أكثر يعني صعوبة نوعا ما، وإذا ربحت يعني كما ذكرت يعني نقاط كثيرة يمكنك سلاح سلاح متطور إلى غير ذلك. فهي لعبة رائعة، أدعوكم لتجربتي على هاتفكم على الأندرويد. اللعبة الثانية في هذا الفيديو هي لعبة زومبي رواد كايل، يعني لعبة رائعة جدا أحبابي في الله. طبعا بعد تسجيل الدخول إلى اللعبة فبها مستويات كثيرة جدا عليك تجاوزها. فإذا دخلنا على المستوى الأول يكون سهل نوعا ما، عليك يعني قتل يعني الزومبي كما سوف نشاهد على البلاي، سوف يظهرون ثم يعني تحاول التسديد يعني عليهم كما سوف تشاهدون. طبعا المرحلة الأولى تكون سهلة، بعد ذلك سوف تمر إلى المرحلة الثانية التي سوف تقوم يعني بقيادة سيارة كبيرة مع أسلحة، وسوف يحاولون يعني إسقاط السيارة وعليك قتلهم يعني في الطريق. طبعا هذا المستوى الأول، عليك يعني قتلهم قبل الاقتراب منك كما سوف تشاهدون، وإلا إذا اقتربوا بطبيعة الحال سوف يقتلونك، بالتالي عليك قتلهم حتى تستطيع يعني المرور إلى المرحلة الثانية أحبابي في الله، التي كما ذكرت سوف تقود فيها يعني السيارة وتحاول قتلهم يعني في الشارع كما تشاهدون. فالمرحلة الثانية سهلة نوعا ما، بالتالي أدعوك لتجربة بطبيعة الحال هذه اللعبة الرائعة جدا على هاتفك الأندرويد. كما تشاهدون يظهر يظهرون من جديد يعني هم كثر يعني صراحة. أدعوك لتجربة يعني هذه اللعبة فهي رائعة جدا يعني على هاتفك الأندرويد. طبعا يعني المراحل المتبقية يعني شيقة، المراحل يعني الآتية. طبعا المرحلة الأولى فقط يعطونك يعني تقتلهم يعني في الشارع، بعد ذلك عليك قيادة كما ذكرت سيارة وقتلهم يعني في الشوارع أيضا وعلى الطريق، مع تفادي يعني عدم يعني إسقاط سيارتك وأيضا يعني قتلك. فهي لعبة رائعة، أدعوك لتجربتها على هاتفك الأندرويد. اللعبة الثالثة في هذا الفيديو هي لعبة جون شايب باتل أو شيء من هذا القبيل اسمها، يعني فأنا لا أنطق يعني بالشكل السليم يعني على اللغة الإنجليزية. هي لعبة يعني قيادة هليكوبتر ويعني محاربة يعني أعدائك. في لعبة رائعة جدا، أنا شخصيا يعني أفضل يعني الألعاب التي جربتها صراحة، يعجبني الألعاب الحربية من هذا النوع. طبعا في المستوى الأول يعني تضغط على ستارت ميسيو، عليك تجاوز المستوى الأول من دون يعني ما يتم إسقاطك. طبعا يعني هنا إذا كنت تريد التقدم والرجوع إلى غير ذلك، فكما ذكرت هي لعبة رائعة جدا، تقود السيارة أو عفوا الهليكوبتر ثم تذهب إلى النقاط التي يتواجدون فيها. طبعا الحال في المستوى الأول لن يحاربونك يعني، لكن في المستوى كما تشاهدون نعم يحاربونني، بالتالي علي أن يعني أن أقوم بقتلهم كما تشاهد وتدمير يعني معداتهم إلى غير ذلك. هي لعبة رائعة جدا صراحة أحبابي في الله، أدعوك لتجربتها على هاتفك الأندرويد، لعبة رائعة. المستويات المتبقية بطبيعة الحال هي نوعا ما صعبة للغاية،
تشاهدون يحاولون يعني إسقاطي، بالتالي فعلي الرجوع إليهم وقتالهم. هي لعبة متميزة صراحة. أدعوك لتجربتي على هاتفك الأندرويد للاستمتاع بها أحبابي في الله. طبعا عندما سوف تقوم بقتل يعني جميع النقاط الحمراء التي تظهر على الخريطة، فتكون بذلك قد تجاوزت هذه المرحلة، والمرور إلى المرحلة أخرى يعني أكثر صعوبة. بالتالي أدعوك لتجربتي على هاتفك الأندرويد حتى نختصر أحبابي في الله. اللعبة الرابعة في هذا الفيديو أحبابي في الله هي لعبة ستون بايك الرسيم تريس دعليين، سوف تقوم بتحميلها عبر الرابط أسفل الفيديو. طبعا هي لعبة جميلة أيضا لكن صعبة، صعبة للغاية. أنا جربتها ويعني صراحة صعبة. تقوم بقيادة الدراجة وتحاول يعني أن تتجاوز يعني عدة يعني مراحل. طبعا يعني قيادة الدراجة بهذه الطريقة، يعني تضغط هنا للسرعة، تحاول يعني عراقيل يعني تحاول يعني أن تتجاوز هذه العراقيل للوصول إلى خط النهاية كما سوف تشاهدون. فيعني من الأول يعني أخطأت طبعا مع التصوير، يعني صعب أن ألعبها. أضغط على بلاي كما ذكرت. يعني هي لعبة رائعة جدا علي، صعب جدا صراحة. هي لعبة حاول يعني صراحة أن تقوم بتجاوز هذه العراقيل للوصول إلى خط النهاية. أنا الحين يعني لم أتجاوز المستوى الأول الذي يعد صعب جدا، فما بالك يعني المستويات الأخرى. فهي لعبة صعبة جدا صراحة، مع التصوير يصعب علي أيضا أن ألعبها. بالتالي أدعوك لتجربتي على هاتفك الأندرويد، وشاهد إذا كنت تحاول يعني تستطيع يعني تجاوز هذه المراحل الصعبة صراحة. فإذا تجاوزت هذه المرحلة الأولى سوف تذهب إلى مراحل أكثر صعوبة. بالتالي أدعوك لتجربتي على هاتفك الأندرويد، فهي رائعة أيضا أحبابي في الله. اللعبة الخامسة في هذا الفيديو هي لعبة كريزي تاكسي مولاتور، لعبة مجنونة أيضا، يعني تسوق أو تقود يعني فيها سيارة أجرة مجنونة كما ذكرت، ثم تحاول أن تأخذ الناس. مثلا لو ذهبت إلى المستوى الثاني، طبعا تجاوز المستويات الثلاثة الأولى سهلة للغاية، فتقوم بالضغط على انتر هنا ثم تقود السيارة كما سوف تشاهدون. وتحاول يعني أن تأخذ يعني الناس الذين يقفون يعني أمامك. بطبيعة الحال المرحلة الثانية أيضا سهلة، فقط يجب عليك الوصول إلى هذه المنطقة الخضراء وخلاص. المرحلة الأخيرة أو الثالثة من المرحلة الثالثة تكون يعني اللعبة صعبة جدا، حيث عليك البحث عن النقطة الخضراء يعني بين المدينة كما سوف تشاهدون. فلن تظهر يعني أمامك ولكن سوف تظهر في الخريطة هنا كما تشاهدون. فهي لعبة رائعة جدا، يمكنك لعبها أيضا في هاتفك الأندرويد أحبابي في الله. حتى أختصر يعني، عندما سوف تأخذ هذا الشخص فعليك البحث عن هذه النقطة الخضراء يعني في المدينة للوصول إليها في أقرب وقت ممكن. وهكذا كل مرحلة تكون صعبة. طبعا يعني ستتحكم في السيارة يعني كما سوف تشاهدون. هي لعبة رائعة جدا. إذا اصطدمت بطبيعة الحال عليك الرجوع مرة أخرى إلى الصفر، وهذه هي صعوبة يعني اللعبة أحباب في الله. فأدعوك لتجربتي على هاتفك الأندرويد. اللعبة السادسة في هذا الفيديو هي لعبة كروسي الرواد، يعني لعبة انشهرت بشكل كبير جدا أحباب في الله، وحققت يعني نسبة تحميلات عالية في بلاي ستور. هي لعبة صعبة للأعصاب يعني صراحة، فتحاول يعني تجاوز السيارات في الشارع من دون يعني ما يتم اصطدامك، وعليك لا تتوقف كثيرا يعني كما سوف تشاهدون. كما تشاهدون اصطدمني يعني سيارة، عليك لا تتوقف كثيرا لأنه سوف تأتي كما ذكرت يعني طائر. إذا توقفت كثيرا وانتظرت يعني السيارات تمر فسوف يأتي طائر ويأكلك.
لهذا عليك الإسراع. والشيء الذي يجعلها يعني مثيرة للأعصاب، لأنه في حالة ما وصلت إلى يعني مستوى كبير جدا واصطدمتك سيارة، فعليك الرجوع مرة أخرى إلى نقطة الصفر. أوي، كما تشاهدون لعبة رائعة جدا، لكن يعني مثيرة للأعصاب كما ذكرت. أدعوك لتجربتي أيضا في هاتفك الأندرويد، فهي رائعة جدا يعني ومشهورة بشكل كبير أحبابي في الله. أتمنى أن هذه الألعاب التي اقترحت عليكم في هذا الفيديو قد أعجبتكم. طبعا إذا كنتم تريدون دائما ألعاب أخرى فاضغطوا على اللايك لكي نقوم بوضع كل أسبوع إن شاء الله يعني 6 ألعاب. ولا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لدول بونتيك لخمسة كنتكم، واللي على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.